لا أعرف ماذا عنكما، لكنني سئمت من الانتقال من مغامرة تهدد حياتنا إلى أخرى. يحدث معنا دائما أشياء كثيرة. أنا مساعد للاستقرار. الصندوق العجيب يقول ابحثوا بعيدا أكثر وستجدون الإجابات. غامض جدا، متأكد أن الصندوق العجيب يعرف ما يفعل؟ يبدو الأمر كشيء لا يمكن التنبؤ به عندما يتعلق بالوجهات، ولكن ربما إن عرفنا المزيد من الأشياء عن هذا الصندوق سنتمكن من العثور على موطن. أي نوع من الأشياء؟ مثل من أين قد أتى؟ من صنعه؟ وكيف يتنقل؟ لما رائحته هكذا؟ حسنا، إنه قد جاء من الفضاء. واو. اختفت جميع النجوم. قطبي وجد واحدة. إنه شهاب، وهو قادم باتجاهنا. ليس مجددا. هل هذا كائن فضائي؟ دب مثلنا؟ ولكنه متوحش. لونه رائع. مهلا لبس أيها الصغير. سنساعدك نحن الدبب الثلاثة الرائعون. قطبي سيحميك أيها الصغير. ديبي خائفة. علينا أن نقوم بتهدئتها. ماذا يحب الأطفال؟ نحن أطفال، ما الذي نحبه؟ قطبي يحب المناشير. أنت صديقتي. أنت طفلة صغيرة وقوية. ديببة، سررت بمعرفتك ديبي. من أين أتيت يا ديبي؟ يوبي. شقيقي انظرا، لديها نجمة مثل التي على الصندوق العجيب. إذا عدنا ديبي إلى موطنها فربما سنعلم المزيد عن الصندوق العجيب وعن كيفية العثور على موطن. سأبدأ بالتدرب على الطيران الفضائي. ما رأيك ديبي؟ أتريدين مساعدتنا؟ لنذهب. زاوية للفضاء. نبات الورقة. الفضاء كيف؟ حول صندوقنا. سأتخلى عن مهنتي كمدرس. سيتعين علينا فقط الاستمرار في الانتقال إلى أماكن عشوائية. الصندوق ليس الشيء الوحيد المهم، علينا إعادة ديبي. أنت محق، علينا معرفة ذلك من أجل ديبي. لكننا قمنا بتجربة كل شيء، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الفتيات، ماذا يوجد أيضا؟ ولكننا لم نجرب فكرة المقلاع خاصتي. ويا! معدل الضحايا 70%. لن نقوم أبداً بتنفيذ فكرة المقلاع يا شهاب. حسناً، ما رأيكما في هذا؟ شراء. صنع من قبل شركة مالن، لا أحب منحهم أموالنا. من أجل ديبي. إرسال. هل هذه ميزة جديدة؟ لا. كيف عثرتما علينا؟ معلومات الفواتير قادتنا إليكم مباشرة. لقد نسيت أن أمسح بيانات الملء خاصتي.